دينكش وراه فعلا ماشي غير اجي كوني راقصه، خاصك بزاف 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 ديال الحوايج خسر على راسك، تهلاي في راسك، عاد خاصك واحد المسيره طويله باش تولي راقصه. الناس اللي بغا يعاونو تيعاونو بالاراده ديالهم، كيعاونو حيت يتعاطفوا معاك، ماشي بز منهم، ماشي غديري لهم شونتاج، يا تعاونوني يا نخرج نتعرى، يا نخرج نلح ولادي، يا ما عرفتش شي تخربيق كانت تقول. وفعلا انا قلت لها شوفي راه انت محتاجه لطبيب نفسي، محتاجه رعايه نفسيه، وما عجبهاش الحال. ومن بعد اللي سمعت انا كتقول الناس انني حاسداها، وما ما فهمتش، انا جاني الضحك فاش كنسمع ديك الهضره، انني ما بغيتهاش تنافسني في الساحه حبيبه ديالي، ما عمرك غتنافسيني انا في الساحه. كنعرفها عادي اللي منو ديوب القلب الكبير، يعني اي واحد كيبغي يمد ليه يد المساعده وحاول معاه، ولكن ما يمكن ما عندهاش مؤهلات، ما عرفت هادشي اللي بان لي انا. بالنسبه لذاك المقطع اللي انتقداتني فيه وما كملاش سميتي، جبدات النص ديال سميه وما كملاش، صيفطوه ليا بزاف ديال الناس وشتو، بقيت كنضحك. انا فعلا باغا لها الخير، ما باغاش تكرفص، حيت ماشي شوف راه صعيب انك تبداي وفي هذا اللاج تجي وبديك الطريقه تبداي، يعني اغلبيه الناس كيقولوا عليك ماشي كيقولوا عليك حمقه، تيقولوا شويه خاصه معالجه، خاصه تتبع طبي باش تخرجي هكاك وفديك الشوهه. انا ما بغيتهاش ليك، ولا انا لا لا لواحد الزميله اخرى في الميدان، حتى هي ما بغاتش ما نصحاتك. انا فاش هضرت ماشي كي قلتي الناس خفت ولا غرت ولا بغات نفسي في الساحه، ولا بالعكس انا عليك على وليداتك ما بغيتكش تكرفصي، ورا لاحظت ان الناس عاونوك بصح ني تبغاو يعاونوك، ولكن انت مصره على ديك الطريق. ومؤخرا كي قلت وليتي كتخرجي كتسبي الناس اللي عاونوك، الناس اللي قدموا لك يد المساعده. انا شفتو بحالي بحال الناس. بالنسبه للفيديو اللي دار ضجه في تيك توك، ان كتطلق البنت على الموسيقى وكتخليها كتشطح، ما عجبنيش الحال، وبقات فيا البنت. وما يعني بنتك خصك تحتضنيها، خصك تشوفي لها محسن. دابا انت تبارك الله وليتي خدامه في اليوتيوب، خصك تخلصي على القرايه، على قرايتها، تشجعها في شي حوايج اللي زوينين، ولكن باش تلقي لها الموسيقى وتخليها كتشطح، ما جاتني ناقصه شويه. ابدا. بالنسبه لي واش نعاونها، هي شوف طلبات مني المساعده انني باش نعاونها في داك الدومين ديال الشطح، وانا قلت لها لا. ودابا مره اخرى ومره العاشره، ماشي غير هي ولا اي بنت، حيت انا عارفه الدومين كيفاش داير، وعارفه شنو كيوقع فيه. لا لا، بالنسبة لدوك الصور اللي